أوديو اليوم الجزء الأول خصوصا أوديو اليوم يعني ونتيجة بحث وتأملات وكمان تشانلينج اللي هي يعني توجيه من العالم السماوي، إنه دخلت في حالة تأمل وتلقيت إرشاد يعني إنه شو أكتب يعني. وكنت يعني من أول رمضان بلشت البحث وأشوف فيديوهات، كنت بدي أقرأ كتب بس ما كنت قادرة أقرأ كتب، بس قرأت كتاب واحد. كانت كتير إنه ولا زالت وعي مريم المجدلية حاضرة حوالي، عشان هيك سميت الأوديو الوعي المريمي. كمان برضو مريم المجدلية ومريم العذراء، وبرضو عن صوفيا راح أشرح شوية شكل كتير بسيط عن مريم المجدلية. الأم مريم العذراء معروفة للجميع بتوقع، أكيد يعني معروفة للجميع، بس يمكن مريم المجدلية وصوفيا يمكن تحكوا مين هي صوفيا، أو مريم المجدلية البعض بيعرف عنها، وصوفيا اللي هي الأم السماوية برضو رح أشرح عنها، ومن ضمن الكلام رح ينعرف أكثر عنها يعني. وبخلال بحثي عرفت كتير أشياء عن المجدلية وعن صوفيا، بس ما رح أتطرق عن قصة حياة المجدلية مريم المجدلية أو مين هي صوفيا بالتفصيل يعني، لأن حتى صوفيا الأم السماوية كتير في آراء وتصورات عنها. فما رح أتطرق عنهم بالتفصيل وشو عرفت عنهم، وبرضو سبب عدم تطرق بالتفصيل لسببين. السبب الأول هو لما كنت أشوف فيديوهات كان فيها آراء مختلفة حول تفاصيل حياة، إن كان حياة المجدلية أو عن قصة صوفيا التفصيلية، إنه مين هي ونشأتها فأنا كنت يعني لما كنت أشوف الفيديوهات كنت أخذ اللي بتردد صدى معي وأترك الباقي، إنه اللي بلامس روحي فقط. ومش كل شيء رح أحكيه لأنه يعني برضو أنا برضو رح أخذ بعين الاعتبار الوعي العام. وبهذه الفيديوهات كمان اللي شفتها كل واحد منهم شاف من زاوية معينة. في قصة سمعتها كتير عجبتني لما شفت أحد الفيديوهات، عن قصة اسمها الفيل والرجال المكفوفين، بالإنجليزي Blind Men and the Elephant. هي قصة هندية بالأصل يعني، بالهند صارت قصة طويلة ما رح أحكيها كلها، لكن مختصرها هي مجموعة رجال مكفوفين ما بيشوفوا ببصرهم لمسوا فيل. الأول لمس جزء من جسمه يعني هيكل جسمه، نفس جسمه اللي ما بعرف وين لمسه، عند بطنه عند ظهره ما بعرف شو وين، وحكى إنه الفيل ناعم وصلب مثل الجدار. الثاني لمس خرطوم الفيل وحكى إنه الفيل مثل
ثعبان ضخم، الثالث لمس ناب الفيل وحكى إنه هذا المخلوق قوي مميت مثل الرمح. الرابع لمس إجرين الفيل الأربعة، اللي بيمشوا على أربعة بينحكى يعني للإجرين الأمامية برضو إجرين الأقدام. وإيش حكى عنهم؟ حكى إنه عندنا بقرة كبيرة. الخامس لمس دان الفيل، أذن الفيل يعني، وحكى أنا بعتقد إنه الفيل بيشبه المروحة الضخمة أو يمكن السجادة السحرية اللي ممكن تطير فوق الجبال وقمم الأشجار. أما السادس شد ذيل الفيل الخشن وقال بسخرية، هذا الشيء هو بس مجرد حبل قديم. لما تقرأوا القصة بالتفصيل راح تلاقوا إنه كل شخص من هدول الأشخاص غلط التاني، يعني حكى إنه التاني خطأ هو على صواب، وهذا طبعا تصرف يعني بينبع من الإيجو، لأنه الواحد المفروض يتصرف من إنسانيته ومن روحه ويتقبل الآخر رغم اختلاف معتقداته وإنه شو بيؤمن. فعشان هيك لما شفت الفيديوهات اللي فيها آراء مختلفة بالنسبة إلي اللي حكوه بالفيديوهات تقبلته، رغم إنه ما لامس روحي، ما يعني ما وافق روحي وقلبي، لكن تقبلته، ما قلتش هدول إنه بيحكوا غلط ولا شو هدول ولا كفرة ولا الأشياء اللي بتنبع من الإيجو، لأنه عن جد يعني ما حدا بيعرف الحقيقة كاملة. والسبب الثاني إنه ما رح أتطرق بالتفصيل عن المجدلية وصوفيا هو عشان تبحثوا أنتوا عنهم، ولما تبحثوا وتشوفوا الفيديوهات خذوا اللي بناسبكم واتركوا الباقي. يعني دائما بضل أحكي هذا الإشي، مش كل شيء بحكي أنا يعني صح بالنسبة إيه، وحتى ممكن إنه بعدين إنه كوعي جديد إنه يزيد وعي أو إنه أتراجع عن اللي عن فكرة معينة، مش لازم الواحد يضل ثابت. يعني في مقول الإشي الثابت هو الحياة هو التغير. فإن كان بالفيديوهات أو حتى بقناتي خذوا اللي بناسبكم وتركوا الباقي. بضل أكرر هذا الشيء لكم واللي بحكيه. يعني دائما بالفيديوهات يعني تأكيد اللي بحكي. هلا اللي بدي احكيه بهذا الاوديو كمان انه هو ما استخلصته من عبر وملاحظات روحيه، يعني ما راح زي ما حكيت ما راح احكي قصه المجدليه انه وين كانت شو عملت من هي اصلها ما رح أحكي بالتفصيل. وحتى صوفيا ما رح أحكي لأنه هي تعتبر الأم السماوية، كيف قصة نشوءها وخلقها ما رح أحكي، لكن رح أحكي اللي استخلصته من عبر وملاحظات روحية وأشياء يعني بهيك تيبس، يعني تيبس أوف ذا آيسبيرغ زي ما بيقولوا، اللي هو جزء يعني جزء من جبل الثلج، إشي كتير بسيط. وبرضه شغلة يعني
إنه كنت زمان إنه ناوي إنه أعمل ورشة عمل عن الأنثى المقدسة هون بعمان، لكن قررت أدمجها هون مع موضوع الأم السماوية والوعي المريمي. وبرضو كمان شغلة ثالثة، وبعرف إنه مقدمة طويلة جدا لكن مهم جدا اللي رح أحكيه قبل ما أبلش بالموضوع الرئيسي. هلأ في بعض النقاط يمكن رح أذكرها بأوديو اليوم الأوديو القادم، يمكن رح يتكرر لأنه أنا عملت فيديوهات بالقناة اسمها سلسلة الأنثى المقدسة، فيمكن أنه بعض النقاط أنها تتكرر. بس هذا الأوديو أنه يعني ححاول أنه يكون أشمل بوعي أعلى بوعي متغير عن السلسلة. هلا رح أبلش، وبرضو أعذروني لأن كنت أحكي بشكل يعني كانت الأفكار تتدفق، إنه حتى لما عملت برضو هيك شغل أخيرة، لما عملت التأمل كنت بدي أكتب بالتفصيل إيش مثلا النقاط بالتفصيل، إنه من هي الأنثى المقدسة، 1 2 3 بالتخطيط، التواصل مع الأنثى المقدسة، أو إيش العبر بالتفصيل. إجاني الإرشاد إنه أنت جمانة بدك تحكي عن طاقة أنثوية، طاقة التدفق، طاقة الإلهام تيجي هيك بعفوية، مش إنه طاقة تخطيط كل شيء بدك تحكيه بالحرف وتكتبيه، لأنه طاقة التخطيط طاقة يانج، وأنت بدك تحكي طاقة أنثوية طاقة يين. فيعني رح يعني أحاول إني أرتب الأفكار قدر الإمكان، وعشان أنتوا برضو ما تضيعوا يعني. شوف الأوراق اللي عندي مش مليانة، بس إنه أكثر من ورقة. أول شيء رح أحكي إيش هي الأنثى المقدسة. الأنثى المقدسة زي ما البعض بيعرف إنه هي طاقة. هلأ الإنسان وحتى الكون بتكون من طاقة ذكورية وطاقة أنثوية، يين ويانغ، وهي ليست لها علاقة بالجندر، فهي طاقة ووعي. لأنه بالإنسان مثلا ممكن الرجل بيحمل طاقة أنثوية كمان، إن كان يين ولا يانغ، حتى اليانغ المتوازن، لأنه اليانغ الغير متوازن تكون طاقة الذكور عنده كتير عالية ويدوب عنده طاقة أنوثة، بس لما بيتوازن في طاقة ذكورة وأنوثة. نفس الشيء على المرأة، فيها طاقة أنوثة وذكورة. كتير تكرر هذه الشغلات، إنه المرأة اليانغ المرأة اليين، ما بدي أكرر هذا الإشي، صار معروف يعني للجميع بتوقع. بس أنا اللي بلامس روحي هلأ بالنسبة للإنسان، إنه الفطرة إنه الأنثى، إنه المرأة يعني أو البنت تكون طاقة يين، والرجل تكون طاقته ذكورية أو طاقة يانغ. هلأ وجود العكس، لأنه في أسباب صارت إنه تصير المرأة بعض من النساء يانغ وبعض من الرجال يين. مثلا المرأة اليانغ إنها تحمل مسؤولية وهي صغيرة، الرجل اليين بيكون عنده جروح الطفولة، برضو المرأة اليانغ اللي هو بيكون عندهم يعني
الأنوثة مجروحة أو الذكورة مجروحة، أو مثلا الرجلين بيكون عنده بما يسمى ابن أمه، بيكون عند أهله كتير دلعوه. طبعا هذه يعني واحد من الأسباب. هلا صفات الأنثى المقدسة عموما يعني بالكون كله، إن كان بالإنسان أو بالأرض أو بالكون: الحدس، الإبداع، التلقي، الاستقبال، الوفرة، الحب، الكونكشن، الاتصال، الجمال، الشفاء، التعاطف، الطاقة الأم اللي بتعطي، الحنان، الغفران، السنسيواليتي اللي هي الحسية. أشوف الأشياء الثانية. وبرضو الاستحقاق، هاي صفات الأنثى المقدسة، أنا مش عم بحكي الأنثى المجروحة. الارتقاء، الإرشاد، التعليم، التسامح، الغفران، الروحانية. والأنثى المقدسة هي المرأة المستيقظة تماما. وبرضو الطهارة والنقاء، وزي ما حكيت التعليم والإرشاد. هلأ المجدلية مريم، زي ما حكيت أنا بحكي بشكل كتير بسيط، مريم المجدلية هي النظير الروحي أو توأم الشعلة لعيسى عليه السلام ابن مريم، ابن مريم العذراء. ومريم العذراء ومريم المجدلية بيمثلوا الأنثى المقدسة، وبرضو بيمثلوا صوفيا. ومين هي صوفيا؟ اللي هي أمنا الكونية، اللي بتمثل الطاقة الأولية. بتمثل الحب الكوني، الرحم الكوني، صوفيا. أنا بشخط على الأشياء لأنه برضو عشان ما أكرر. هلأ برضو بالكون، القمر طاقته أنثوية، وبرضو يعتبر رمز للطاقة الأنثوية. بالتقاليد القديمة، الفلكلور والطقوس، كانت إنها تتم خصوصا للمرأة، يعني إنها بتتم بالقمر المكتمل، ولا اللي هي الدورة الشهرية. القمر هلا رح أحكيكم كيف، القمر المكتمل ولا نيو مون اللي هو ما في قمر بالدنيا. هلأ بالعلم ما في شيء بقى ثابت، بس لكن من الـ ancient teachings، من التعليم القديم، من كان هيك هيك الفطرة، يعني إنه الأنثى
المرأة لما تجيها الدورة الشهرية، تجيها امتى؟ بالنيو مون، هذه بالفطرة، بالنيو مون هو القمر الجديد، ولما بيكون بالقمر المكتمل بيكون وقت خصوبتها. ففرصة للمرأة إنه يعني حتى بشكل عام، حتى لو يعني مثلا الرجال أو يعني بشكل عام، لأنه هلأ مع كتير أسباب ذكرتها بأوديو بأحد الأجزاء بسلسلة الأنثى المقدسة، ليش صارت هاي الخربطة إنه الوحدة ما تجيها الدورة بوقت القمر الجديد؟ كتير أسباب، بس على كل الأحوال بالقمر الجديد هي فرصة لوضع النوايا، وعموما لما الوحدة بتكون لما تأتيها يعني الدورة الشهرية، إنه فرصة إنها ترتاح وتغوص في أعماقها، زي بالضبط إنه بالليل إنه ما في أمر، وإنه برضو وضع النوايا. أما بالقمر المكتمل بيكون وقت الإخصاب، حلو إنه يعني التعبير عن نفسكم، وكمان إنه تحرر كل شيء ما بيخدمكم، زي بالضبط لأنه وقت الحصاد، لأنه قرأت عن ارتباط الحصاد بخصوبة يعني خصوبة الأرض مع خصوبة المرأة. رح أحكيكم وين هاي جبتها، إنه يعني معلومة عرفتها من إحدى الفيديوهات، إنه الأسلاف القدماء كانوا يزرعوا البذور بالليل. شوفوا لحظه، إنه زراعة البذور بالليل ليش؟ عشان الطاقة بتكون أقل شيء. والحصاد إمتى بيكون؟ لما بيكون القمر مكتمل، الفول مون، عشان تكون القيمة الغذائية العظمى بتكون مفعلة والثمرة مكتملة وبتكون الطاقة عالية. فبالقمر الجديد وضع النوايا مثل البذور، والقمر المكتمل تجلي وتحرر مثل القطف والتنظيف. بالضبط، يعني قديش يعني ارتباط الإنسان بالأرض. والأنثى المقدسة يعني برضو بتقود مجموعتها برسالتها، هي القائدة بصفاتها المقدسة، وبتنشر ما تعلمته، ما يعني الإشي اللي تعلمته من نظيرها المقدس وبإخلاص، وبتنشر برضو علمها اللي عرفته داخليا أو باطنيا. وبرضو الأنثى المقدسة أو يعني عموما أو الأنثى السماوية أو الأم السماوية هي جسر بين العالمين، بين العالمين، هي قناة عبور من عالم لعالم. ويجاني برضو إلهام إنه برضو الموت يعتبر طاقة أنثوية. هلأ هذه أنا يعني هيك إجاني عن جد إلهام هيك،
لما بنموت هي عبارة عن، دائما بضل أكرر، الموت عبارة عن عبور من عالم أو من حي من عالم لعالم، من حياة لحياة. فإحنا لما بنموت نمر بنفق مظلم، حتى في كتير تجارب الاقتراب من الموت بيحكوا عن هذا الشيء، إنه نفق مظلم ومش ما بيخوف. كانوا يحكوا إنه كل حب، كل يعني ما بيقدر يوصفوه بالكلمات، كل حب. وبعدين نور اللي هو العالم الآخر أو عالم النور، يعني بالضبط أنا يعني هو عبارة عن الرحم الكوني، زي ما إحنا بنكون برحم أمنا، منا ميتين لكن في ظلمات. وبعدين لما تيجي ولادتنا للعالم، للتجسد الأرضي، بيصير في نور. إن شاء الله أنه تكون وصلت الفكرة. مرات أنه الواحد لما بيوصل له شيء معين أحيانا ما بتتعبر بالكلمات، يعني هذه برضه طاقة أنثوية اللي لازم يتعلم أنه يعبر بالكلمات تقريبا. هلأ برضو ما بعرف، في أنا رح أحكي شغلة بس أنتوا رح ابحثوا عنها. الطاقة الأولية هي أنثى، يعني أصل الخلق أنثى. أنا حطيت بقناتي جمالة النور من ناحية دينية، ما رح أتطرق من ناحية دينية هون القناة، بس بجمالة النور حطيت الأشياء من ناحية دينية ومن ناحية علمية. رح أذكر إشي بسيط إنه من ناحية علمية كيف. هلأ الجنين بالثمان أسابيع الأولى بيكون أنثى، بعدين مع هرمون معين بيصير ذكر، يعني الطبيعي أنثى. وبرضو الدليل على إنه نقول تغلغل أو آثار إنه الأصل أنثى، هلأ رجال، هكذا بقناة جمالة النور، الرجال ليش عندهم حلمات؟ ليش فكركم؟ بقناة جمالة النور برضو حطيت فيديوهات بالإنجليزي، معلش اللي ما بيعرفوا إنجليزي بعتذر منهم إنه هذا الشيء، بس أنا لأني ببحث بالإنجليزي يعني، وكتير في أشياء يعني كتير في أبحاث، ما بعرف إذا اللي بيتكلموا باللغة الفرنسية برضو ممكن تبحثوا، بتوقع في أبحاث باللغة الفرنسية عن هذا الشيء. أنا مش عارفة، حاسة إنه هذا حيكون كتير طويل، كنت بفكرة إنه رح أحكي شوي على الأقل، اللي هو الجزء الثاني رح أخلي اللي هو الفرق بين الأنثى المقدسة والأنثى المجروحة شوي، ورح أخلي الباقي يعني إنه حيكون كتير طويل. برضو أنا حسيت إنه الفيديوهات الطويلة بتستثقلوا منها.
هلا من لما برضو تأملت من ضمن التأملات اللي اجتني، يعني مش من التأمل، من التأمل ب الإرشاد من التأمل، أنا عكست إنه العزلة برضو طاقة أنثوية، السكون، الدخول إلى القلب، الواحد يدعي يتلقى الرسائل والعطايا الربانية، وإنه كيف أحيانا المرأة أو إنه حتى الرجال اللي أو كطاقة أنثوية، إنه من البشرية أحيانا ممكن يحس الإنسان بعدم التحمل، ويحس بشعور الخزي والعار وعدم الكفاية، لكن لما يحس الإنسان بأنه طاقة الرعاية، طاقة الحنان، طاقة المعية بوجود كائنات نورانية بتحبه، بحس بالإطمئنان وبالسكينة. السكينة طاقة أنثوية كمان، بتجي الوفرة، ولما ينغلق على حاله الانغلاق هو نوع من الخوف، أما الحب هو التوسع. فلما الأم تكون تفتح ذراعيها بكل حب، الإنسان إنه بيستقبل كل حب. واحد من التأملات هيك لما عملتها إنه عشان هذا الموضوع شفت السبايرل، شكل الحلزوني كتير بتكرر معي، يعني حسيت إنه بيرمز للصعود والارتقاء، برضو الاتحاد بين الأكوان، حلقة وصل أنا بعتبرها الطاقة الأنثوية، وبرضو الاتحاد المقدس والزواج المقدس. هلأ هذه برضو إنه لازم وجود الطاقة الأنثوية أو الأنثى المقدسة عشان يصير الاتحاد المقدس ويصير الزواج المقدس. برضو من ضمن الأشياء اللي جاني الإرشاد بشأنها إنه نتقبل ظلامنا ونورنا لنصل إلى الوحدانية. برضو طاقة السكون طاقة أنثوية، برضو نستمع لصوت القلب، الوصول لغرفة القلب والولوج فيه وتلقي الرسائل، لكن أولا تنظيف الأفكار، يعني الدخول من بحالة التأمل حتى تتصل، عليك أن تنفصل من الذوات الزائفة من الحجب. برضو أحد أشكال صافية اللي هي العنقاء، اللي هي ولادة موت، ولادة من جديد. الولادة هي حياة، عالم النور. الموت ذكرته أنا، نمر برحم صوفيا الأم السماوية، والولادة من جديد اللي هي عالم النور. النور إن كان إنه لما نروح مع العالم النور اللي هو العالم الآخر حتى نستنى نرجع لتجسدنا، أو عالم برضو عالم النور، الحياة على التجسد الأرضي يعتبر نور، لأنه في ظاهر. هلأ برضو لما تشفى الأنثى المجروحة وتصير مقدسة، ابنها بيصير مقدس وبيصير متوازن، يعني كمان أنا لما بحكي مقدس يعني التوازن، لكن إن ظلت مجروحة ابنها رح يضل مجروح، وكمان الذكر المجروح لما بيشفى بيصير مقدس وبنته بتصير مقدسة، لكن إن ظل منغبس بجروحه بنته رح تكون مجروحة نتيجة لجرحه.
هلا الأنثى المجروحة هي اللي بتحمل مشاعر العار والسكوت، إنها ما بتعبر عن ذاتها وبيتم إسكاتها وعدم الاستماع إلى جسدها وإهماله، وبرضو عدم الاستماع إلى مشاعرها. عندها عدم استحقاق، بترضى الناس على حساب نفسها، ما بتحقق نفسها ولا رسالتها ولا أحلامها. الشعور بالضعف والغلب على أمرها، يعني إنه مغلوب على أمرها وما بتفتح قلبها للحب. السبب التروما من الصغر للأنثى اللي فينا، يعني تكون تروما من الأم أو التروما للطاقة الأنثوية فينا، إن كان من الطفولة أو من حيوات سابقة أو من الأسلاف. هلا في شغلة برضو ما ذكرت على الأم السماوية الكونية، هي موجودة فينا في كل، يعني مش منفصلة عنها، بس لما احنا ننفصل عنها مثل بالضبط زي الابن العاق. فعشان هيك هي انه الأنثى المقدسة الأم السماوية بتمثل التواصل، لحتى نتصل نحس بطاقتها لازم نتواصل معها. هلا قبل كم يوم قرأت بوست صديقة عندي على الفيسبوك وتردد صداها معي. كانت تحكي عن النفس، عن النفس المريمية خصوصا، وإجاني إلهام من البوست تبعها، إنه لما الإنسان بيكون عنده أخطاء وذنوب كونه عنده جزء بشري، لكن لما بيصعد وبيرتقي وبصير كله نور بيرتقي لمقام الروح، عليه إنه يتحصن ويتطهر تطهير كامل ويغلق كل الثقوب الطاقية ونزل كل الشوائب، بالتالي يصبح روح نقية صافية. يعني حسيت انه هيك، يعني زي اللي هي البوست تبعها نسيت بالضبط شو، بس انه ألهمتني انه هيك احكي. يعني مش عن جد اعذروني، بلكي بكرة ان شاء الله بكون الوضع افضل، يعني رح احكي ان شاء الله بكرة عن كيف نصل الى اللي هو نهوض الانثى المقدسة وكيف نصل الى وعي الانثى المقدسة. تقريبا حكيت اكم شغلة يعني، بس خليني اشوف اذا في اشياء تانية. في عندي ورقة صغيرة برضو تأكيد انه صوفيا هي الطاقة الأولية، الطاقة الأصل. برضو من الصفات، او حتى ممكن خلي هاي لرقم 3، لا اللي هي كيف نصل الى وعي الله، نحطها لانه ارقام على عشان اعرف احكي.
أرقام إنه كيف نصل إلى وعي الأنثى المقدسة، حط على الكلمات. لو تشوفوا الورقة لازم أصورها وأورجيكم إياها. هلا شيء هيك أخير، إنه الذكورة المجروحة بتخاف من الأنوثة المقدسة، فعشان هيك بتهاجم وبتزائلها التهم. برضو هذا يعني بكرة رح أكمل كيف المجتمع الذكوري يعني. أوكي، عشان ما أطول عليكم فخلاص إن شاء الله اليوم، وبكرة رح أكمل. يعني فكرت انه حيكون 3 أجزاء لكن حيكون 4 أجزاء.